جايز كيفكم؟ شو هيكون ألف خير وانت عم تشاهد هذا الفيديو، فرجعت لكم فيديو جديد. واليوم التحدي راح يكون مش تحدي، بقصد مقلب بصديق. راح اقول له انه قناته انحذفت، وكونوا معي لك ولا هو بالحمام. انا كتير عم نوصل صوتي وكتير مستعجلة هلا احطه، عن جد خايفيته هيك بامكن ما بيتخيل وين هي. ويلا رح ناديله قول له صديق وين صرت، عندنا فلوج. لا ما رح شيء، رح اقول له تعا حب اخبرك شيء خصوصي. خلينا نشوف ردة فعله. لا انا كتير مخبية من مبيني الا هاي الدويرة اللي هون. يلا let's go let's go. صديق خلصت من الحمام؟ ايه. تعا احب استشيرك موضوع كتير ضروري. شو تعا صديق عن جد هيدا اوكي، هذا الخبر ابدا 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 ما بيطمن. بعرف كيف بدي اقول لك اياها. ايه بنتك انحذفت على اليوتيوب. كذابة والله. فدي هذا الشيء كثير ازعجني، ولانه قالوا شركة اليوتيوب ما فيها كتير متابعين، ما فيها كتير سبسكرايب، وما فيها كتير لايكات، فقرروا انهم يحذفوها. بس اترك اليوتيوب لانه ما حدا من طبيعيني من متابعيني ما حدا بيحبني، كله ديسلايك اوقات شوية لايك، بس انا هيك لا، في غيري بيجي انه لايكات بيصيروا 6 مليون اكتر، وانا بس انا لايكان. طيب بس بدي اترك اليوتيوب. صديق ما فيك بهالبساطة، كيف تعذبنا لحتى وصلنا لهالمرحلة، ولحتى انه نصير انشهار لهذا الفيديو؟ كيف هيك يعني بتترك اليوتيوب؟ يمكن نلاقي حل، يمكن يكون شركة اليوتيوب مضايقين بين صديق وصديق، ما بعرف بس لا اكيد انه ما يكون في حلين. تعال هون صديق، تعال بس احكي كلمة، بس كلمة. كيف بدك تروح مو وقتها من اليوتيوب؟ فسري صديق. عاد عبد الله صديق عاد متابعين ما كانوا كفوين، كانوا عملوا لي لايكات حتى لو كانوا متقرف. كل اليوتيوبرز هنفترض شو اسمه شادى السيد، بتعرف السيد؟ ما كان انه بس لايكين، ما بتعرف امتى فجأة بيصير عندك متابعين. بعدين نحكي مع سيد الاسياد قصدي. لك ما بيأثر، مثلا نور ستارز ما كانت انه عندها لايكات كتير، صار عندها لايكات كتير. يعني بس العالم اللي معهم يعني هن اللي بنشهرين. بدك تنتظر يعني فترة قصيرة. ما فينا ننتظر وانا خلص تركت اليوتيوب. بدك تحذفه؟ ما عم يحطوا لي لايكات، ما عم يجبرهم. بتحكي من هالاقل؟ ايه عم تحكي معي صديق. طيب شو رح لاقي حال؟ ما فينا هيك. طيب نحن نحن اهلنا عقلنا لهم معلش، هي شيء كتير حلو وكتير. انا عم صور كلمه وما كلمة لحدا. هلا فيني اعمل، فيني اصور غيري هون، بس انا كلمه. انت متاكد؟ ما في حل ابدا صديق. شو بكيت هلا؟ معلش ما بعرف. باي. خلص رد على امك. رد على امك وتعا ماشي. جايز. صديق وين صرت؟ صديق وينك؟ في حل يعني ما بعرف. ما في حل. بتصل بشركة اليوتيوب قول لهم انه ما فيني. ما لو كان اذا بدي اتصل فيهم بدي اقول لهم، شو بدي اقول لهم؟ بقول لهم بيقولوا لي انه انت ما بتعرف تصور، وانا هلا بدي ادفع كل مصرياتي كله كمان اجيب لهم بلاي ستيشن مشان اصور لهم فيديوهات. ايه مزبوط. بتجيب تلفزيون كبير ما تلفزيون صغير.
هلا انا فيني خليهم مصرياتي واجيب فيهم شو ما بدي، بس انا كرمالهم ما كرمال حدا. مزبوط، انت عم تحاول تقنع. وما بلاي ستيشن 4، لا بلاي ستيشن 5 كمان بدي اجيب، كمان كل السيديات انا كمان. طب خلص خلص لكيني. خلاص خلاص تبكي تبكي صديق صديق صديق، شو بك اللي عم تبكي؟ بعرف انا مقدرة وضعك، صديق طلع فيني بس شوي بس شوي صديق، هذا الكم مقلب كم مقلب والكاميرا حزي هول هول. اوكي كل انا ما بيمثل معي بس شكلي. بس شكلي خلص روحي، ما بدي العب معي، خلص طف الفيديو. خلص هي من الفيديو. لو عجبكم الفيديو شو بنعمل؟ حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، وباي.